أوليك أوليك إلى كورين يباطيها ترجع مرة ثانية في النص يستقبلها اللاعب اللي هو فايدور، فايدور ينقلها جهة يوري، كرة ملعوبة وهات تخذ كرة اللعب وتوصل وخطرة أفضل جول جول جول، كرة ملعوبة هات تخذ إلى عشرة، واضح مثل ما قلت طريقة لعبهم هي هات وخذ وتلعب، ودفاع الكويت يلعبون على طريقة دفاع واحد، يعني المرور منهم المرور من كل الدفاع، وتسعة تسعة اللي هو يوري، يوري بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة ثمانية، في الدقيقة ثمانية يوري سجل الهدف الثاني، لأن في تغطية الدفاع بيلعبون من مركز من البداية طريقة هات وخذ وان تو، وهذه طريقة صعبة جدا في المرور من دفاع الكويت، توصل لحمود فليطح وفليطح بيلعبها لفيصل الدخيل.